مرحبا بكم في حكاية جديدة من برنامج مازال الخير في الدنيا. اليوم باش نهزوكم المنطقة أولاد عبد الله بولاية صفاقس، تحديدا بلكتاتنا بطريق المهدية كيلومتر 25. أرض واسعة مليانة غرس وشجار زيتون ويحدها البحر، وهذا اللي خلى أهلها وناسها يعتمدوا بالأساس على الفلاحة والصيد الكسب قوتهم. منطقة تعرفت بالتهميش والنسيان، نعرفوكم فيها على عائلة ملمومة في دار ما سدتش عليهم باب الفقر، عم بشير وللا فاطمة. وصول فريق التصوير العم بشير كان ياسر صعيب، طابية تقريبا مسافتها 4 كيلومتر وطريقها مش آمن، وفي الشتاء مع شوية مطر يولي التنقل فيها شبه مستحيل. رجل قليل الكلام، عمره فات 80 وعدى منهم 60 في نفس المنطقة، راضي بالقليل والربي حامد وشاكر. شنو أحوالك عم بشير؟ الحمد لله عم بشير، احنا برنامج اجتماعي جديد في قناة الزيتونة. سمعنا بالحالة متاعك، تجينا هيك فريق كامل، فريق الأعداد وفريق التقني، نحبوا نعاونوك، نحبوا نوصل لك صوتك بطبيعة عن طريق جمعيات المجتمع المدني. احنا همزة توصل بينك وبين الجمع المجتمع المدني، ان شاء الله باش نحاولوا نحسنوا لك الوضعيه نتاعك اللي هي وضعيه خاصه شويه. بارك الله فيكم ويجزيكم الله خير ويرحم بلدكم ويرحم اللي سبب في الخير ويثبت اجركم وبارك الله فيكم. عم بشير ولالا فاطمه الدنيا كتبت لهم يعيشوا في الظلمه والاحزان، خاصه كي فقدوا بنتهم اللي كانت ضحيه سنوات الفقر، كي لسعتها عقرب وخلت الوجيعه تكبر. قلت لي عم بيشير معناها كي تصب المطر ولا حاجه تحميكم. قلت لي حقوي ولا قلت لاصحاب قوي تكلل علي الطابية هذيك، تكلل على البنيه تعود شويه. فهمتك عم بيشير. ناكلوا بالها في الكعبه هندي، ما اقول لك في جيب الهندي معناها جيب الهندي. فهمت يا سيدي. والمعناها التودارك عم بيشير معناها هذه هو المحيط نتاعها تسمى. ايه فهمتك. ايه هذا تبعني هذا. فهمتك. عائلة بمرضها ومعاناتها تعيش بين حيوت خايخة، حيوت مقشرة وريحة دافئة فايحة، حيوت لحماتها من برد وصرد شتاء ولا من حرارة الصيف ولا حتى من الحنوشة والعقارب اللي عمرت بيوتها. عم بشير نعم. انت حسب التقريب قديش عندك من عام؟ اي عم بشير تفضل. قديش عندك من عام تسكن في البلاصة هذه؟ هنايا عندي تقريبا 60 عام. ولا 60 عام؟ ما شاء الله 60 عام. اقدم باش كنت حاب. انا عندك 60 عام وانت في البلاصه هذه قاعد تعيش هوني. اي هذه البلاصه باش ناخد بالنا. البلد 60 عام يعني باش نحكيو على الدار نتاعك بالوضعيه هذه. اي وبالطبيعه نذكر انه الضوء عندك مخصوص. اي الضوء مخصوص عم بشير عندك اكثر يظل 4 سنوات تقريبا. وانت بكري حكيت لي في الكواليس قلت لي عندك بنيه لسعتها عقرب توفيت لانه ما شافتش العقرب كي دخلت للدار. اي نتصور حتى حنوشه ثم عم بشيره. لا
ثم تصور حتى حنوشة ثم عقارب ثم كل شيء مدام الضوء مقصوص تنجم هيشة تدخل لك كل شيء بيجوز أنا ما يدخلش شكون الواحد كان الضوء كيف تراه تنجم تقتله كيف دير يظلم ما ترى شيء فهمتك معناه احنا عم بيشير بار اكزومبل الناس اللي تحب تعاونك أول حاجة نعملوها الساعة أنه نرجعوا لك الضوء اللي هو قلت لي الفاتورة حسب التقريب قرابة 1500 دينار يمكن أزيد أول حاجة نعملوها نخلصوا الضوء عندك ما يا عم بشير ولا الزملين فاتورة الضوء فيها الزملين أي واضح هذا موضوع تو نحكيو فيه عندك ما ولا لا ما عنديش شيء ما عنديش من هنا بل كيفاش الماء منين تاخذ فيه منين تستعمل فيه؟ ما هي نستعمل كان الجيران ساعات يعبى عليه من الجيران الجيران انتم عندكم هنا عندكم السوناد ثم معناها ايه تحت الطابي السوناد تحت الطابي السوناد معناها احنا جوست بارغاتير نقولوا احنا ايه جعبه وندخلوها لل ايه قريبه معناها ايه اه فهمتك به ممتاز ما يسالش ايه تحت الطابي مغارة. تحت الطابي هذه نجم عم بشير معناها نجبدوا منها سورس ايه وندخلوا كل الماء للدار ايه عندك انستلاسيون داخل معناها عنديش ما كلش الواحد يعود من الاول جديد معناها دونك عندنا مشكله في الضوء عندنا مشكله في الماء ايه. عم بيش سامحني انت تاخذ في الشهريه عند الحاكم لا ناخذ شيء ما عندك حتى منحه تم سبني 100 خذها ما خذيتش منحه 200 ال 200 خذهم تو اربع مرات تاخذ في ال 200 ما خذيتش حتى باللي ما خذيتش المنحه نتاع 200 دينار اللي عطاتها وزارة الشؤون الاجتماعية ايه حتى هزيت الكرني بتاعي ومشيت للدار البوسطة أحب شاطين في أواخر شهر مارس 2020 أعلن وزير الشؤون الاجتماعية لحبيب الكشو عن عزم الوزارة صرف منح استثنائية للعائلات المعوزة والطبقات الهشة ورغم أنه عم بشير ما عندوش مورد رزق وحالته الاجتماعية مزرية فإنه ما تمتعش لم منحت 200 دينار ولد أي منحة اجتماعية أخرى واتصلت بالجهات الرسمية بالمعتمد بال... ايه مشيت حتى بالشيخ مشيت للمعتمد ومشيت في البوست هذاي أحب شاعتوني قال لي أنت ما تأخذ ما بنتش عليه ربي بخذيت ما عندكش جراية ما أخذيتش 200 دينار أخذت منين تاكل عند بشير؟ أخويا كمان واحد يدبر راسه ما نكذبش عليك تو الواحد ما يزيدش راجل كبير كمان واحد هو اللي يجري أصحاب الخير معناها أصحاب الخير وتخدم شوية تسترزق شوية ما شوية منه وشوية منه الواحد يعمل لها ربي أبواب دار تعيش في الظلام على نور الشمع اللي فيها ساعات ما يكونش موجود دار ما فيهاش ماء ولا فيها من لخطة اللي يستر الحال والأحوال هذه ورا الدار عم بشير هذه نقول احنا حط فيها شويه دجاج ولا دجاج ولا شويه صاعي كان لعب عليه ربي ربي يجيبه معناها تنجم هذه تعمل فيها مشروع في لاحي صغير تربي فيها شويه علال شويه نعاج شويه اي هذا هو علاش بنيت الحنايه لكن وصلت واضح اما يزمو عم بشير يزمو يتثقف ويزمو يتغطى سيدي واضح البير وين عم بشير؟ هذي البير هذا البير اوكي هذي البير دونك ايه البير رقبته الماكسيموم فهمتك اسمه خدمه حتى هذي البير زاده فيه ماء ولا عم بشير؟ فيه ماء ولا؟ ما حلو لكن علاش ما غطيتوش عم بشير؟ هلا عمل لها ضايف لا من فوق نقصد باش ما تحش فيه ما عادش هوايش قطوسه لا ما يتاح فيه شيء هذا بالقريش واضح باه سيس روحك هذه إيجابية؟ إيه عم بشير الإيجابية هذه شنو تعمل فيها بالضبط؟ إيجابية تحط فيها الماء ولا فيها ماء؟ يخرج البير يسب في الإيجابية فهمتك تعدي للثانية فهمتك معناها هذا المشروع اللي حكينا فيه المشروع اللي حكينا فيه بكري إيه هذاك هو فهمتك عم بشير تو فهمتك بهسيس روحك تعثر بسم الله يجعلنا أصحاب المعروف أخي ربي أنا مشروع عم بشير نجمو نحكيو مشروع في لاحي جاهز مشروع صغير معناه طبة الأرض هذية معناها تتخدم عندك الجابية نتاعك عندك عندك البير هذاك نجم يعطيني الحوايج هذيك فهمتك يعاونك ايه واضح نجم بعد يقول لي يخدمها هذه شنو هي؟ تواليت هذه تواليت به تفضل يا عم بشير
مالي عم بشير سامحني يعني انت باش تقضي الحاجه نتاعك سامحني اعزكم الله واجلكم الله اعزائي المشاهدين باش تقضي الحاجه البشريه نتاعك لازمك تخرج من باب هذاك وتعمل باركور معناها بريسك تم على الاقل 100 متر باش تجي لهنا باش تقضي الحاجه نتاعك لهذه معناها سامحوني احنا راهو معناها ماهيش غايتنا انه غايتنا الاساسيه انه نوصلوا صوت الناس بصراحه بسم الله السلام عليكم كذا هي هذاك التواليت عم بشير مشكله كبيره بالحق عم بشير ثم امكانيه تواليت نبنيوها في الدار ولا نقربوها لك غادي ولا ثم بلاصه غادي عندك تبدا نبلص فهمت نبلص دور شويه عم بشير باش ناخذ باش ناخذ 24 متر ولا ناخذ 18 متر فهمتك معناها اي وضعيه نجم نصلحوها ما ثم حتى شيء صعيب لا ثم شيء يصح بحول الله واضح بقدرة الله بي عم بشير شنو تقول للناس اللي قاعدة تشوف فيك توا شنو تقول للناس اللي تحب تعاونك شنو تقول للناس اللي تحب تمدك يد المساعدة خويا انا نقول لهم الله ربي يعطيه بروح البصر وربي ينصر هاي الكاميرا عم بشير وربي يبارك له وربي يخلص وحله ان شاء الله ربي يعينها على طول الزمان هذا الشطب ليه من ربي وربي ان شاء الله يثبت اجرهم. وانت بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. واضح. وان شاء الله تسامحوني قدام ربي في شقاك. لا عم بشير لا بالعكس انت ان شاء الله تسامحنا تعبناك. هذا خير المطلوب مني ليه. واضح. ومن يعمل الخير يبارك له. دار عم بشير محرومه من صوت التلفزه اللي يونس في الليالي الموحشه. في كوجينه لاله فاطمه ما لقيناش الغاز اللي يخليها طيب على راحتها وما يقلقش صحتها. ولا لقينا الماء وحتى الماكلة ومستلزمات التطيب رغم انعدام وجودها ما فماش الثلاجة اللي تحميها العيلة هذه ما تملكش أبسط حقوقها في الحياة اللي وين يمرض فرد منها ما يلقى كيفاش يتعالج لا دفتر علاج موجود ولا فلوس موجودة بتنجم تنقذهم من الأزمة أتفضل يا عم بشير أقعد أنت تفضل أقعد أنت تفضل يا ودي تخيل عدي لك السلام عليكم يا ربي شنو حالك يا حاج يا ربي هذه العزوز عم بشير ايه شو اسمها حاجه فاطمه ايه وكيف تربش بيها ايش تقول لها عم بشير حسنة ايه. تقول لها فاطمه ما شاء الله خرجت عام 76 باهي عم بشير اسم مليح طيبه خويا ربي يستر طرف طيب طيب عم بشير شوف انا بكري نحكي انا و بعض الاجوار هنا وحكيت حتى معك انت على اساس انه عندك طبه طرده صغيره ماذا بينا معناها نشوفوا لها حل نخدموها تولي معناها مورد رزق اما الاشكال انه يعني بشير كما قلت لي فيها مشكله نتاع الماء وفيها مشكله نتاع الموتور هكا فيها مشكله نتاع المقال نتاع الفلاح مقال الفلاح قداش فيها فلوس خويا الله ورسوله يعلم مانيش ثابت عليها بالبرش هي 700 400 مانيش ثابت معناها ثم المقاله نتاع السند ماهيش خالصه مش خالصه دونك نقولوا احنا 700 بين 700 و400 مش مشكل تو بعد نسال كيف كيف لازمك موتور اي لازم له موتور الموتور حسب التقريب قداش يعمل فلوس عم بشير يعمل 12% يعمل 1200 معناها يولي عندك عم بشير مورد رزق بحث الدارك ولا طبه الارض هذيك شنو تنجم تغرس فيها مثلا؟ صفات ماتم فلفل دلاع جيب الكل وتقدر تخدمها عم بشير؟ ان شاء الله ابدا الجابية حاضر والبير حاضر صلح الجابية شوية تولي تخدم الجابية الجابية هي ذيك اللي قدام الدار؟ ايه الجابية والبير هنا محزاها من هكا معناها بشير تقول انت معناها ما تحبش تاخذ فلوس تحب الفلوس حتى اللي باش تاخذهم ما تحبش تاخذ مرتب الفلوس اللي باش تاخذهم باش تكمل بهم المشروع نتاعك مشروع فلاح ايه بس انا قلبك مازال حي تحب تخدم ارضك تطب الارض نتاعك ايه لليوم خينا قاعد نجري على الفلاح لليوم نجري على شكون يعاوني يباركني يكسر خيره ما قلت الفلاحه هي كل ما كفاها شيء على خاطر هي اللي تنتج منها البير لما ينتج كم ما قلت الفلاحه فهمتني والتيوات ايش ناخذ الواحد ياخذ شويه تيوات وشويه ومعناها كانت تصلح وربي حاجه على السلامه أمي فاطمة عم بشير عيط لك كي تربش بيك فتيمة هكا فتيمة علوش فتيمة علوش يا حاجة قولي به ما شاء الله عليك يعني رغم كل شيء تضحك وتبتسم
أمي فاطمة، قلت بكري أنت عندك برشا أمراض مزمنة. عندي مرض السكر ومرض الدم، وعندي فاتك لتوها ترجع لي الحمد لله يا رب. ما عندكش كما قال لي عم بشير، ما عندكش كرني باش تداوي بها؟ ما عنديش كرني، عاملين لي كرنك الأحمر، كرني الأحمر ساقط ما فيش شيء، حط الفلوس ما وطني حتى فرنك باش نعدي لي باش نحلل اللي بدنش. معنى أمي فاطمة أنت عندك برشا أمراض مزمنة، عندي عندك السكر، عندك الفتق، عندك كما قلت لي بكري تونسيون وكل شيء، ولكن ماكش قاعد تاخذ في الدواء. خاصة ساعة ناخذ بالفلوس وساعة ما تمش فلوس نقعد بلاش. الحاجة الملحة تو معناها مرض السكر اللي عندك مقلقك؟ السكر والدم الزوج الاثنين انا نبخل فيه ما كنت ندوخ نفشل فيه. اي بكري شفتك قلقت شوية حتى حبينا نصور معك، ما نجمتش يعني تقف في سماء ما دخت. الحمد لله. أمي فاطمة كيف نعمل المشروع هذا الصغير اللي عم بشير إن شاء الله طبط الأرض هذايا ويخدموه ولاد بنته ولاد أخته كل شيء، ينجم يدر عليكم ويرد رزقه إن شاء الله؟ يخدم وربي يعاون، يخدم وربي يعاون وربي يجيب لهم القسم إن شاء الله يا ربي، وربي يطيح بالولد الحلال زاد. أمين إن شاء الله يا ربي. أمي فاطمة معناها الكوجينة ساعة لازمها تتبدل، لازم الدار تتدهن، لازم نعمل لك شوية كرلاج، لازم البيبان، لازم الشبابيك، معناها باش تولي دار فيها على الاقل معناها ادنى مقومات العيش. شنو اخر في ماشي حاجه اخرى قصدك هنا امي فاطمه؟ الحمد لله يا ربي كتقد لي هذول تقد لي الكرني كما يقولوا في هذاك الدواء. هذاك الدواء الكرني الحمد لله. الكرني معناها ولي عندك كرني نتاع علاج؟ ولي كرني نتاع علاج، نبدا تاخذ في كرنات البد، تاخذ الشخوخ، انا كرني بد الشخوخ هذا نقول اعطيني 5000 نعدي، يقول لي ما عنديش نقعد نلوح نلوح ولا من قدام رمضان وين ولي من كرن نتاعي نتعيش لقيت كثير حد الحمد لله. عندك برشا معناها كيما قلت بكري امراض مزمنه يلزمها دواء، يلزمها علاج، يلزمها متابعه في المستشفى. لازمني كل بعد جمعتين ثلاثه نحلل، بعد جمعتين ثلاثه نحلل نقيس الدم، ما عنديش باه نمشي باش نقيم روح. وبالطبيعه البلاصه بعيده وثم بيست على الاقل 4-5 كيلومتر، كيفاش تخرج بربي يومي؟ ولا ساعه ساعه كان نكل واحد بالفلوس صغير يوصلني على الفورد ولا حاجه. الحمد لله يا ربي. وداويت في مستشفى محلي ولا مستوصف؟ مستوصف مستوصف. والدواء متوفر فيه؟ لا والله من قدام رمضان تو اخذت التابلت، قلت لك اخذت التابلت بالفلوس ولا ها تعيش انا اقسم بالله. انا كملت من رمضان ناكل ناكل في الليل، ما ناكلش في النهار، ناكل في النهار ما ناكلش في الليل. واضح باش نعدي ان شاء الله صوتك يوصل، ان شاء الله نلقاو لك حل باذن الله مع بالتعاون مع الجمعيات المجتمع المدني، الجمعيات الخيريه ان شاء الله. ربي يهديك. احنا امي فاطمه معناها احنا قناه الزيتونه بصراحه هذا البرنامج الاجتماعي الجديد ما هو الا همزه وصل، احنا باش نكونوا همزه وصل بينا وبين بينكم وبين الجمعيات. تعرف احنا ما عندناش الحق نلموا فلوس، لكن الجمعيات ان شاء الله المجتمع المدني اصحاب الخير هم اللي باش يتكفلوا باذن الله. بارك الله فيكم وفيه المنزل، كذلك معناها بتقديم يد العون من الناحيه الطبيه باش تمشي تداوي تمشي تشوف طبيب، وان شاء الله كيف كيف باش نحاولوا عم بشير نوفروا له كما قلت بكري الموتور هذايا اللي باش يعاونه باش يخليه يخرج الماء، وكيف كيف عنده فاتوره فيها 800 دينار اعتقد او 700 دينار الفاتوره نتاع السوناد ماهيش خالصه. كيف كيف امي فاطمه عطتهم الضوء وعنده 4 سنوات مقصوص، هكا ولا عم بشير 4 سنين الضوء مقصوص، لازمنا نرجعوه في اقرب وقت ان شاء الله، لانه مش معقول انه عباد توا ناس في 2020 في صفاقس في تونس تعيش من غير ضوء لاكثر من 4 سنوات. ان شاء الله نخلصوا الورقه نتاع الضوء، يرجع لك الضوء لدارك، يولي عندك فرجدار وسي معناها فرجدار على الاقل تشرب شربة ما بارده. احنا تو قادمين على موسم الصيف. بارك الله فيك وجزاك الله الاحسن. ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله بشويه بشويه كما قلت لك يعني نطرحوا الوضعيه نتاعكم اعلاميا، وان شاء الله برشا عباد بالطبيعه وجمعيات تعاونكم وتقدم لكم يد المساعده. ربي يستر. امي فاطمه خليوك ما فماش كاستاي ما تفطرناش بعداك اليوم. كاستاي ما قلت لك هذا البراد طيب بكر وشري العامر وخلى البراد فض ومشى على روحه. كي ظل هو مش هنا السكر طالع لي ما نشربش السكر البراد اثنين مر من الاول. واضح. امي فاطمه ربي يبارك لك، ربي يبارك لك بالصحه والعافيه، ولنا ان شاء الله لقاء قريب. يرحم والديك وبارك الله فيك. يعيشك. شكرا.
دار عم بشير ولالا فاطمة ما عرفتش الفرحة، أما هذا ينجم يتبدل كي نمكنوهم بدار تليق بإنسانيتهم وترجع لهم كرامتهم، وكل حد فينا قادر يبدر والغير يسعد. عم بشير نعم، ندخل عند الدورة نضح شوف البيت ندخل وشوف تبيع عندك زوز بيوت وبسم الله تفضل يا عم بشير كل خير. هذه ادخل عندي عم بشير سامحني. عم بشير اهلا، دور لي لهنا شويه هكا. البيت هذايا شكون يسكن فيها؟ هذا بيت حسين. حسين ولدك؟ حسين اللي شفناه بكري وعنده قلت لي عنده مشكله في ظهره ما ينجمش يخدم، قلت لي عنده تعب هو من قبل. عم بشير عنده مده تعبه تعب ما يجيبش حتى الخدمه، ما لدي حد الخدمه بسبب معناها ظروفه الصحيه القاسيه شويه. ايه ما خلصش جورني على ما لديهش الخدمه لخاطر تعب 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 الله اللي يجيب لي في شيء حكايه قليله معناها حاجه بسيطه. وباهي عم بشير بخلاف حسين شكون قديش عندك صغار؟ صغار عادي لله الحمد رسول الله، هذه أربع بنات معرسين وعايشين على رواحهم بالطبيعة. بحذاك هنا ولا بعدها؟ لا لا هذا هذاك اللي هذاك كانت ساكنة معايا هنا. قال تجي لي لهنا تقعد معايا شهر نص وشهر 20 يوم. وقال لها رجلها هيا تمشي باتوا ليلتين ثلاثة لبرا ويرجع لي. هذاك المعبوك أحسن. وعندك البلاد الاخرين بعاد عم بشير عليك؟ لا زوج في سفاقس. كيف كيف هم لاهين بامورهم بعائلاتهم بطبيعة؟ لا عنده الطفلة ما قاعد تزهز في راحة وتلقى في راحة. بس تلفتوا لي هنا صعيب. صعيب والله صعيب. عم بشير معناها نقصك برشا اثاث يعني الجيران يشوف فيهم نوعا ما متاكلين الفراش ما ثماش. لا ما نمشي نلقط وجهك فات السلطة ما نكذبش عليك. أي. كيف؟ الا ما نمشى نلقط في جوفات السلك ونبيع فيها. أي. في معناها في البلاستيك؟ اي في البلاستيك وفي جوفات السلك نلقط فيها ونبيع فيها. باش الواحد يدبر راسه وينوب عليه ربي. اما كان نعمل لك المشروع نتاع البير نتاع الموتور ونخلصوا لك الماء ان شاء الله وكتب الطرد هذاك اللي عندك تتغرس تولي مصدر رزقك ولا تخدم انت وحسين عندك بكري شفت في الكواليس ولد بنتك قال انا مستعد نعاون خالي. صحيح النجم هذاك هذاك ولد اختي هذاك ولد اختك سامحني ولد اختك قال لي لك انا ناديتني للخدمه راني نعاونك في شيء يعاونني ما نقولكش ما يعاونني براتيكمون. عم بشير السبعه نتاع العشيه ثمانيه تظلم الدنيا والله يا كان بشعله في الشمع اي صدق رمضان شفت الشمع شفت الشمع لا 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 احنا نشعله في الشمع ليه خاف من هو شيخ انا كذبش عليك كان ناخذ ثلاث اربع امبتركات وارجع نشعله بهم ولا نمشوا بهم نجوا بهم. بصراحة مأساة يعني مأساة انه يعني في صفاقس معناها في احياء في ضواحي صفاقس نحكيه على انسان مخصوص عليه الضوء منذ اربع سنوات الماء كيف كيف ما عندوش معناها يدبر في حاله عنده تراكمت عليه الديون معناها ورقه الضوء كما قلت يعني فيها بريسك 1000 ولا 1600 دينار الماء كيف كيف اكثر من 800 دينار معناها مبالغ انا ما نشوفهاش مبالغ كبيره بصراحه مبالغ بسيطه عند العباد اللي عندها الفلوس اللي تنجم تعاون عم بشير من خلال الجمعيات. نحب نذكر انه تنجموا تعاونوا الوضعيه نتاع عم بشير اللي يسكن في لكتاتنا في صفاقس من خلال جمعيه صفاقس الخيريه. ثم برشا جمعيات ان شاء الله باش تدعم باش تعاون الناس كيف ما هكا المحتاجه. نذكر احنا ما نلموش فلوس قناه الزيتونه واضح احنا نتعاملوا مع جمعيات باش تكون امورنا قانونيه ان شاء الله. دونك اربع سنوات عم بشير من غير ضوء اربع سنوات اكثر من اربع سنوات من غير ماء بصراحه ميساج ان شاء الله يوصل. وضعيه معقده شويه وضعيه كاسحه شويه بصراحه. شوفوا الراجل كبير معناها يعاني حتى من بعض الامراض المزمنه كيف كيف مرته امي فاطمه كيف كيف تعاني من بعض الامراض المزمنه. بصراحه نداء استغاثه من عم بشير ومن احنا كاعلاميين كقناه الزيتونه حاولوا ان تتصلوا بجمعيه صفاقس الخيريه وتعاونوا هذا الرجل الطيب راهو رجل الناس مليح ياسر صاحب نكته ضحكته على وجهه رغم كل شيء رغم انه التعب والالم ورغم انه السنين معناها
أثرت فيه ربما وأصبح طاعا في السن، لكنه ديما قعد رجل بالحق صاحب نكتة وصاحب ضحكة، ومن بكري ضحك فينا احنا وفريق الأعداد. مشكور يا عم بشير، إن شاء الله صوتك وصل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. احنا معنا حتى مزيكا عالمية، بارك الله في اللي يعمل الخير، ربي إن شاء الله يبارك له، ربي يعاونهم الكل، وربي بقى لهم الستر، وربي يفكهم لهم الصايب ولهم الوكس. هذا خير الطلبة في رب، هذا هو خير المطلوب مننا. ما زال الخير في الدنيا، وما زالت البركة في قلوب التوينسة. فريق البرنامج اتنقل من جديد لدار عم بشير مع أول تفاعل من أهل الخير. وأول مبادرة كانت من جمعية صفاقس الخيرية اللي نسقت مع مقاول باش يهتم بكل ما يخص الدار وتصليحها، وين قدموا شبابك من نوع الألمنيوم ومواد البناء اللازمة. كيما زادة أهل الخير والكرم اتكفلوا بدفع فاتورة الضوء اللي ليها 4 سنين ما تدفع فيها حتى مليم. السلام عليكم. السلام. عم بشير شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو أحوالك؟ جمعية صفاقس الخيرية لمولك شوية مساعدات بطبيعة في إطار تحسين المنزل، ونشوفوا مع بعضنا شنو جبنا لك. تفضل يا عم بشير. هذه في مرحلة أولى، فهمت؟ سيز روحك، سيز روحك يا حاج. مرحلة أولى إن شاء الله، بحكم احنا معناها همزة توصل بينك وبين الجمعيات. كما قلت لك جمعية صفاقس الخيرية قررت أنها تساهم في تحسين المسكن نتاعك، وباش نبداو بالخطوة بالخطوة إن شاء الله في انتظار مزيد من المساعدات. عم بشير، هذه كمساعدة أولى، بحكم أنه كي صورنا الدار شفنا أنه ثم عندك مشكلة في التهوية ناقصة شوية أيراسيون، دونك هذوما شبابك الألمنيوم باش يصير فيها شبابك الدار إن شاء الله، وهذه كيف قفصات حديد باش ما نخافوا من السرقة ونخافوا من هذه كمرحلة أولى إن شاء الله. وعندنا بطبيعة باش تكون عندنا لقاءات جديدة مع بطبيعة في إطار مساعدتك، كيما قلت لك بكري الجمعية هي اللي متكفلة بكل شيء. باش يصير كارلاج ان شاء الله، باش يصير يعني الدار باش تدهن البيبان، اي حاجه نقصتك ان شاء الله الجمعيه، جمعيه صفاقس الخيريه مشكوره، هي اللي تكفلت بالوضعيه نتاعك انت يا عم بشير. بارك الله فيك، بارك الله فيك انتم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، وربي ان شاء الله يثبت اجركم. كيف عم بشير، الجمعيه جابت لك السيمان وجابت لك التراب، وثم الكارلاج ان شاء الله باش يجي، ثم الدهن، الحمد لله ثم مبادره باهيه. كثر خيركم اخويا، بارك الله فيك، بارك الله فيهم. يعيشك يا عم بشير، جزاكم الله خير. امين. وربي ان شاء الله يثبت اجركم. امين. ان شاء الله ربي يبارك لكم في جرياتكم وفي صغاركم وفي مستقبلكم، وربي يبعد عليكم الوكس. امين يا رب. هذا خير نطلب من ربي. امين يا عم بشير، ربي يبارك لك حتى انت زاد، ربي يطول في عمرك. فرحان بي الحمد لله. الحمد لله، ربي يبارك لك وربي يطول في عمرك، ربي يمتعك بالصحة. وربي يولسكم بعضكم، وربي يعطيكم الخير، وربي يجزيكم الله بالاحسن. عم بشير ما زالت متواصلة وما زالت مستحقة دعمكم. احنا التوينسة قادرين نثبتوا اللي الخير ما زال في الدنيا.